السلام عليكم ورحمة الله. وزارة التربية لطلبة السادس الإعدادي، بيع وشراء الأسئلة هي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب واحتيال يقوم بها ضعفاء النفوس، وأنتم تواصلون مراجعتكم وإداءكم للامتحانات الوزارية بكل همة واجتهاد. نود التأكيد مجددا بأن كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات التليغرام إنما هي مزاعم كاذبة عن بيع وشراء الأسئلة، وهي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب واحتيال يقوم بها ضعفاء النفوس، وهناك رصد كامل ومعالجة من قبل الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية. الأسئلة الامتحانية تجري بسرية تامة وبمستوى عالي جدا من المسؤولية لتضمن سلامة حقوقكم وتنافسكم بإداء الامتحانات بكل حرص وشفافية وعدالة. يعني وزارة التربية تنفي بيع وشراء أسئلة السادس الإعدادي كما روجت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.